العلم كل اللي بيعلم هو حارس الانساب. انا فخور بك مهما كانت النتائج لانك صديقي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا متحمس جدا لعدد اليوم في برنامج دقائق من حياتي معك سفيان بوطبة، ومرحبا بك في موضوع العلاقات وتأثيرها على النتائج. قبل أن أبدأ أريد أن أشكرك مسبقا على المشاهدة. تعرف أنه 80% من النجاح الإنساني يعتمد على علاقته بالناس. لماذا؟ لأنه قلت في سابق المرات في عديد من المناسبات أنه لا نستطيع أن نعيش أو لا نستطيع أن ننجح وحدنا، إلا ويجب أن يكون هناك أشخاص من مجالات عدة يساعدونا، سواء يساعدونا بمال، سواء يساعدونا بنصيحة، سواء يساعدونا بإرشاد، سواء يساعدونا بتوجيه، باستشارة، وهكذا. فأغلب الناس الناجحون لديهم علاقات رائعة جدا مع محيطهم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. لذلك راح نكتشف مع بعض اليوم بعض الأساليب أو بعض المفاهيم التي تساعدنا على المحافظة على علاقاتنا وتطويرها في نفس الوقت. سبق وأن تحدث على موضوع منطقة الأمان ومنطقة الحركة، فتكلمت عليه في عديد من المناسبات. فقلنا أن الإنسان إذا أراد أن ينجح أو أن تتغير نتائج تاعه عليه أن يخرج من منطقة الأمان ويروح إلى منطقة الحركة. لذلك الإنسان إذا كان عنده علاقات معينة أو عنده ناس يعرفهم ممكن يوصل إلى نتائج معينة، ولكن في نفس الوقت إذا أراد أن يغير النتائج عليه أن يتعرف على أناس جدد. واضحة؟ هل سمعت من قبل أن أول معيار للنجاح المالي هو العلاقات؟ يعني ممكن تقول لي بصح سفيان وش علاقة الناس اللي نعرفهم بالمال؟ نقول لك الآن، الإنسان لما يحب يبدأ مشروع معين أو حب يبدأ فكرة معينة ممكن يدير خطة وحده، ولكن في نفس الوقت رح يلقى تحديات. لماذا؟ لأنه لم يستشر أو لم يتم توجيهه أو توجيهه عفوا من أشخاص آخرين عندهم خبرات معينة في شتى المجالات. لذلك الأشياء التي أريد أن أوضحها اليوم هي أن العلاقات أو قيمة العلاقات لدى الإنسان من أهم المبادئ التي موجودة لإنجاحه على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني. أولا خليني أعطيك واحد الأسس بسيطة جدا كيفاش تتعامل مع أي شخص تقابله سواء تعرفه من قبل أو ما تعرفوش. أول أمر أو أول نقطة بالذات في هذا المبدأ هو أن تقبل الناس كما هم. مش معنى تقبل الناس كما هم؟ لأنه ليس بمقدوري أن أغير الناس، وليس بمقدوري أن أقنع الناس بوجهة نظر، وليس بمقدوري أن أجعل من الناس يتغيرون إلا إذا كان التغيير داخلي. وش معناتها داخلي؟ أنه كل واحد فينا مسؤول على تغييره الشخصي، أنه هو الذي يتغير. فمن المستحيل أنني مثال روح لشخص ونحب نغيره لطريقة تفكيري، ونحب نغيره لوجهة نظري، ونحب كما نقوله نخليه يفكر كما نفكر أنا. هذا أمر غير منطقي. لذلك إذا أردنا أن تكون علاقتنا مع الناس مليحة يجب علينا أن نتقبلهم كما هم. النقطة الثانية نقدر نحكي عليها هي أظهر الامتنان. يعني الامتنان من أهم الأشياء التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. تعرف معنى الامتنان؟ الامتنان أني إنسان ساعدني ممكن تصل به ونقول له أنا ممتن لك، أنا ممتن لك، يعني يعطيك الصحة أنك عاونتني. صحة. والامتنان ليس فقط للأشخاص اللي ساعدوك، حتى الأشخاص اللي كانوا ضدك. لماذا؟ لأنك لو تبقى تمشي في حياتك وعندك سوء تفاهم مع شخص معين أنه ما ساعدكش وصارت قطيعة معينة، تلك القطيعة لا تساعدك على المضي قدما.
لماذا؟ لأن هناك طاقة سلبية تخلي القطيعة هذيك، لأنك عندك بينك بينه عندك عشرة ولا عندك خدمت معاه ولا تعرفه ولا جارك، فهنا القطيعة هذيك لما تقطعه ولا يقطعك هذه الأشياء ماهيش مليحة. لماذا؟ لأنه كانت بيناتكم كان بيناتكم عمل، كان بيناتكم احترام، كان بيناتكم تقدير، فهذه الأشياء كلها لا تساعد إذا تركت العلاقة هذيك هكاك ما حاولش أنك تسقمها. وحتى لو ما سقمتهاش مليح من الأفضل أنك تمتن لكل شخص ساعدك ولكل شخص لم يساعدك. لماذا؟ لأنه هناك ما يسمى بمبدأ الاحترام والتقدير. مش عارف إلا ممكن إحنا نعرفوا الاحترام والتقدير دائما عنده نفس السياق، ولكن في الحقيقة لا، الاحترام حاجة والتقدير حاجة. تعرف الاحترام، نعطيك مثال بسيط هكا باش نقرب لك الصورة. لو نشوفوا مثال أب وابن يعني عندهم علاقة بيناتهم، فالأب يعني عنده ابنه راح يحافظ عليه، راح يربيه، راح يوجهه في حياته، وعنده الابن هذاك عنده أب يستشيره في أشياء، يطلب منه نصيحة، يطلب منه مشورة، فهناك علاقة بين الأب والابن. هنا الابن عليه أن يحترم الأب في العلاقات، واضحة؟ صح. والأب عليه أن يقدر الابن. ايش معناتها هذه؟ معناتها دائما الاحترام يكون للشخص اللي عنده في المجتمع مكانة مرموقة، سواء في المنصب، سواء في السن، سواء في الحكمة، سواء في الخبرة وهكذا. وهذاك الإنسان اللي عنده مكانة مرموقة في المجتمع عليه أن يقدر الإنسان اللي ممكن لا أدري، ممكن من عامة الناس أو هكذا، أو ممكن أب يقدر ابنه. لماذا؟ لأنه يقدر ما يفعل، واضحة؟ فلذلك الاحترام والتقدير دائما مرتبطين ببعض، مع العلم أنه ما عندهمش نفس المفهوم، في نفس السياق ولكن ليس لهم نفس المفهوم. لذلك الإنسان مليح لو يحافظ على الاحترام والتقدير. لو نشوف مثال، أنا إنسان كبير مني في السن علي أن أحترمه، ولو نشوف واحد أصغر مني في السن علي أن أقدره، وهكذا. فالاحترام والتقدير دائما يأتي في هذه الأشياء. نروحوا إلى نقطة أخرى أيضا، هي مش عارف كيفاش نسميها لك، أظهر إعجابك بالناس. نقطة اللي نقدر نحكي عليها الآن هي أظهر إعجابك بالناس. أظهر إعجابك بالناس أنه إنسان عنده شخصيته محببة، أو عنده شخصيته مليحة، أو عمل خلينا نقوله إنجاز معين، فأنك تبدي إعجابك به هي الأشياء التي تجعل هذاك الإعجاب يعني تصرى هناك بينك بينه، يصرى توافق، قل الله بارك الله فيك على الخدمة اللي كدير فيها. هذه نلقاوها أيضا مليح لو يستعملها الرجل مع زوجته، أنه يعجب بما تفعل. اللي ممكن المرأة تكون في دارها تطيب حاجة، ولا تنظف البيت، ولا مش عارف تسقي النباتات، ولا تدي له أكلة أو أكلة عفوا يحبها، فهنا لما يدخل للدار يبدي إعجابه بما فعلت. لماذا؟ لأنه لما يبدي إعجابه بما فعلت هذه الطريقة هي اللي تخليه يوصل إيحاءات أنه هي مقدرة وهي محترمة، وهي المجهود اللي تدير فيه عنده قيمة عند الطرف الآخر. فهنا إبداء إعجاب بالطرف الآخر، إبداء إعجاب بما يفعل حتى بشكله. لو مثال يدخل واحد لزوجته مثال في الدار، فممكن يبدي إطراء ولا يمد إطراء معين فيعجب بالمظهر تاعها. فهذه الأشياء كلها تخلي علاقاتنا ببعضنا بعض رائعة جدا. ممكن أنا أعجب بعمل شخص معين، أعجب بشخصيته، أعجب بطريقته في تسيير الأعمال. فهنا لما نقول الله بارك الله فيك، أنا يعجبني شي اللي كدير فيه، ممكن توري لي؟ فهنا يصرى توافق. فلما يصرى توافق أكيد علاقاتنا تتطور. منش عارف نزيدوا نحكوا على أشياء أخرى. انتبه للآخرين، أن ننتبه للآخرين. إنسان لما يحكي، لما يبدي مثل رأيه، مليح الإنسان لو ينتبه له، يعني يبقى ما يقطعوش، يبقى يستمع له بانتباه، خاصة لما الإنسان يحكي على اهتماماته الأولية.
يحكي على المهنة اللي يحبها، يحكي على الهوايات اللي يحب يديرها. فمش معنا مثال شخص نلقوها، هذه حتى نلقوها في الملتقيات الكبرى، أنه إنسان يميل إلى الأشخاص اللي يعرفهم. لو نقول مثال ملتقى فيه 100 شخص، 200 شخص، 300 شخص، فهو لما يدخل ما يحاولش يتعرف على ناس جدد، غالبا ما يروح يميل عند الأشخاص اللي يعرفهم، وغالبا ما يميل عند الأشخاص اللي يعرف أسماءهم. يقول لك أنا نروح نسقسي على فلان اسمه ونعود نعرفه بنفسي، مع العلم أن النجاح أنك تتعرف على ناس جدد لأنك خرجت إلى منطقة الحركة. أعرف ناس جدد. في بعض المرات أنا لما نخرج ندير نعمل رياضة، نخرج مع أصدقائي، ما نبقاش مع أصدقائي، ما نبقاش مع أصحابي، نروح ندير سبور، فنروح لأشخاص واحد أخرين ما نعرفهمش. مثل في قاعة الرياضة، لما نروح لقاعة الرياضة مثلا، قاعة الرياضة ما نديرش الرياضة مع أشخاص نعرفهم. لو نشوف مش شخص مثال عنده خبرة معينة في بعض الحركات الرياضية ما نعرفوش، نروح ليه، وطبعا بلا باقة راح يقبل. قلوا من فضلك أخي، الحركة اللي كدير فيها هذا الجيست الموفمون اللي كدير فيه مليح وأنا ما نعرفلوش، هل ممكن توري لي؟ بالله عليك لو تقول له هكا ما يوريلكش؟ يوريلك، لأنه هو بالنسبة ليه حاجة كبيرة، إنجاز أنه ورالك كيفاش راح تدير الحركة أو هذاك الموفمون تاع سبور. فهنا يبدأ هناك توافق. المرة القادمة لما تلقى به، لما تشوفه تبتسم وش راك خويا بخير. فهنا بدأت علاقاتك تتطور. نعرف، خلينا نعطيك واحد المعادلة بسيطة. تعرف بينك وبين أي شخص في العالم 4 أشخاص؟ هل سمعت بهذا العبارة من قبل؟ نعود نشرحها لك. هناك أشخاص نحب نوصلوا ليهم، إنسان نحب نوصل له من أجل باش يساعدني في حاجة، وتقول هذا الإنسان بعيد، يعني بعيد يعني وين أنا وين هو وش حنوصل له باش نوصل له الفكرة تاعي أو نوصل له مشروعي أو كذا. تخيل أنك بينك وبين هذاك الشخص هناك 4 أشخاص. بمعنى أنك تعرف أنت شخص، وهذاك الشخص يعرف شخص ثاني، الشخص الثاني يعرف شخص ثالث، الشخص الثالث يعرف الشخص الرابع، هذاك الشخص الرابع يعرف الشخص اللي راح حابة تتعرف عليه. بينك وبين أي شخص في العالم وبدون مبالغة 4 أشخاص. فلذلك مليح الإنسان يبحث على أشخاص جدد يعرفهم. لو مثلا أنا عندي 10 أشخاص ولا 100 شخص نعرفهم، كاين اللي ينصحني في هذه، كاين اللي يرشدني لشخص آخر، كاين اللي يسلف لي دراهم، كاين اللي يشرع لي منتوج، كاين اللي روندا لي سيرفيس، كاين اللي نصحني مرة، كاين اللي وصلني مرة، ولكن إلا وهذوك الأشياء أو هذوك الخدمات المتبادلة تتوقف. علاش تتوقف؟ لأننا لم نخرج إلى منطقة الحركة ولم نبحث على أشخاص آخرين. يعني أيضا حتى في الندوات، لما تروح إلى ندوة معينة مليح أنك تجلس أمام أشخاص ما تعرفهمش. كل النجاح أنك تجلس أمام أشخاص ما تعرفهمش. وقصص كثيرة جدا في هذا المجال، حتى في هذا السياق بالذات. أنا أذكر في مجال من المجالات اللي نخدم فيها، دخلت لقاعة رياضة وشفت شخص باين باللي إنسان يعني شوية محترف، يعني عنده خبرة في الرياضة، في الكارديو، وشوية كمال أجسام وهذه الأشياء. فعطيت له، حكيت معه كما عطيت لك مقبل المثل تاع أني يوري لي حركات رياضية. فقلت له أخي، هل ممكن توري لي هذه الحركة الرياضية؟ لأن أنا مبتدئ ما نعرفش، وصح أنا كنت مبتدئ يعني ما عنديش خبرة. فولا يوري لي مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى وليت نعرفه. تخيل أني حتى درت معها صفقة، بعد مدة درت معها صفقة، ولو كانت صفقة بسيطة، ولكن فرضا لو دخلت أنا للقاعة وليت نبحث على أشخاص نعرفهم، أو حتى وليت نخدم وحدي في القاعة، وش حيصرى؟ ما كنت لا نعرف الإنسان هذا، لا نحكي معاه، لا نعرفه، ولا حتى ندير معاه صفقة بسيطة. فلذلك لما تغير المنطقة تاعك وتتعرف على أناس جدد راح تتغير النتائج. زين، نعطيك نقطة أخرى، إياك والنقد.
لا تنتقد الأشخاص، أو حتى إذا أردت أن تنتقدهم انتقدهم بطريقة معينة، راح نعلمها لك بعدين. لذلك إياك وأن تنتقد الناس. لو إنسان يخطئ، لو إنسان ممكن يبدي وجهة نظر، إياك أن تنتقده، لأنه ليست طريقة تفكيرك هي طريقة تفكيره، ليست وجهة نظرك هي وجهة نظره، أهدافك أهدافه. فممكن هو يقول لك أنا والله أهدافي أني أتوظف وتكون عندي وظيفة وعندي شهرية بسيطة وانتهى الأمر. فما نروحش نقول له لا لو كيفاش وانت وما تعرفش صلاحك، لا، هو حاب أن تكون عنده وظيفة يتوظف وانتهى الأمر. أما أني ننتقده وننتقد أفكاره وننتقد وجهة نظره وننتقد أهدافه وننتقد الرؤية تاعه وننتقد رسالته في الحياة، هنا كيفاش راح ندير علاقاتي؟ نزيد نعطيك نقطة أخرى مهمة جدا. في بعض المرات نجد أن الإنسان يقول لك أنا الناس تنفر مني، يعني تنفر مني، وين نحطها؟ الناس ما تحملنيش، الناس ما تتقبلنيش، كل ما نحب ندير معرفة جديدة ولا نتعرف على أناس ولا علاقة ولا إلا وتفشل. هل فكرت يوما أن تتقبل نفسك؟ قبل ما تقبل الناس، هل فكرت يوما أنك تقبل نفسك؟ أنك تكون صديق نفسك؟ أنك ما تكونش في صراع مع نفسك؟ لأنه الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. لما تكون طاقتك متوازنة وتكون عارف وش راك حاب وتكون متقبل ومنشرح ومنفتح للطرف الآخر، أكيد الطرف الآخر سوف يكون منفتحا إليك. فمن غير المعقول أن نكون منغلق على نفسي ونحب غير روحي وما نحبش نحكي مع الناس، ما نحبش نمد هكا أسرار عمل للناس، ما نحبش نمد طرق للناس. كيفاش نحب أنا نلقى ناس لإنسان واحد أخر يمد لي؟ احنا ندخل إلى قانون آخر أو قانونين، هو قانون العطاء وقانون الرجوع. قانون العطاء لو مثال، لا أدري، مريحين مع بعض هكذا، فريحين في 5 في 6، فرضا أنا نلقى إنسان يطلب مني نصيحة أو يحتاج نصيحة مني وما ننصحوش، هذا طبعا أمر غير سليم مني، يعني حركة اللي عملتها يعني غير سليمة. ولكن لو نصحته، لو ننصحه مثلا، أنا ننصحه وهما راهم هنا في 5 ولا في 6، اللي نديروا هنا في 5 فقط وأنا السادس، ننصح الشخص الأول. الشخص الأول نفس الاهتمام أو نفس القيمة راح يمدها للشخص الثاني، الشخص الثالث، الشخص الرابع، الشخص الخامس، وتولي ليا. هنا التحدي أنه الشخص، الإنسان اللي جالس هنا، نقول بيني وبين نفسي علاه دايما ينصحنيش، علاش دايما أنا ننصحه، علاش هو ما ينصحنيش؟ ولكن تذكر أنك لما نصحته ولات لك نفس القيمة من نفس الشخص، من شخص مختلف وليس ضروري من نفس الشخص. هذوما العلاقات، أنك تمد قانون عطاء وما تحسبش. نمد لك نصيحة، نمد لك مال، نمد لك إرشاد، نمد لك فرصة عمل، لأنه سوف يأتي يوم أنه سوف يقترح عليك عمل من أطراف أخرى وليس ضروري من نفس الشخص. الآن مثلا لو يكون عندي هذيك العقلية تاع مادام هو ما عطاليش أنا نوقف، واضحة؟ لو مثال، خلينا نقوله ساعة مثلا، هاي دقائق من حياتي، خلينا نحيها ونمد مثال بها. لو مثلا هذه ساعة نعتبروها كهدية أو نعتبروها كأمر عنده قيمة كبيرة ورح يغير حياة شخص ألف مثلا، فأنا رح نمدها له، واضحة؟ صح. بعد هذيك القيمة اللي راح تغير شخص بأكمله، نمد له هذيك القيمة، فهو بدوره راح يزيد يمدها للشخص الثاني. الشخص الثاني راح يمدها
للشخص الثالث، الشخص الثالث راح يمدها للشخص الرابع، الشخص الرابع راح يمدها للشخص الخامس، وراح ترجع لي. واضحة؟ صح. أنا فرضا لو احتفظت بها، لو احتفظت بها مثلا وما زدتش مديت، يعني ما كانش هناك قانون عطاء، صح؟ أنت ما كانش هناك قانون عطاء. علاش؟ لأني بديت نحاسب في الإنسان اللي هنا اللي على يميني، علاش أنا نمد له وما يمدليش، علاش أنا ننصحه وما ينصحنيش، علاش أنا نعطي له مال وما يعطينيش، علاش أنا نرشده أو أوجهه هو ما يوجهنيش، علاش أنا مديت له قيمة كبيرة غيرت له حياته وهو ما مدليش. فأنا راح نوقف ماذا؟ نوقف العطاء. لما نوقف العطاء وش راح يصرى؟ راح يتوقف من الشخص الخامس. أنا وش ندير؟ نوقف منا وندور الجهة اليسرى ونستنى هذاك الشخص الخامس أسكي مدلي. علاش ما مدليش؟ لأني أنا الأول وقفت العطاء، فليس هناك قانون الرجوع. فقط هذوما العلاقات. يعني بعباراتنا مثل اللي نقولوه دير الخير ونساه، يا اخي هكا حنا نقولوا دير الخير ونساه، خلاص دير الخير ونساه، لانه راح يجيك من نفس النوع وليس ضروري من نفس الشخص. صح. خلينا نديروا تمرين بسيط. تمرين يقول انك تكتب قائمه تاع كل الاشخاص الذين تعرفهم، قائمة ورقة وسيالة وورقة، صح؟ ورقة وسيالة، اكتب قائمة كل الأشخاص الذين تعرفهم، تحبوا ولا ما تحبوش، تتعامل معه ولا ما تتعاملش معه، اكتب بالقائمة. سواء ادخل للريبرتوار تاعك تاع الهاتف، ادخل للليزامي تاعك تاع الفيسبوك، اكتب، يعني دير. هذه أول طريقة. النقطة الثانية، اتصل بيهم واحد واحد واسأل عليه، اسأل عليه فقط، بدون يعني بدون ما تتوقع ولا بدون مصلحة، اسأل عليه وانتهى الأمر. صح. وإذا كان عندك شخص عندك معه تحدي، وحتى ولو هو أخطأ معك، اطلب منه السماح، قل له سامحني فقط، ممكن النهار هذاك صار بيناتنا واحد المشكل صغير، وما دابيا لو كان ما نبقاوش بهذه الطريقه، ما دابيا لو كان سامحه انا من عندي، سامحني الا غلطت معك، ممكن غلطت معك سامحني. وانا اللي درتها مع شخص صديقي عزيز عليا، انا نحترمه كثير، عملت منشور في الفيسبوك وقلت انا امتن لكل شخص واعتذر من كل شخص اخطات معه. كان من الأوائل اللي علق لي على المنشور، من الأوائل، قال لي سفيان صار بيناتنا واحد التحدي بسيط كان مهنية، واعتذر منك وراك مسامح، لأني طلبت أنا السماح، قلت هكا لأي إنسان غلطت معه يسامحني. فتواصلوا معي ناس سماح سماح سماح، هو بالذات اللي نحييه بالمناسبة بلا ما نذكر اسمه، نحييه بالمناسبة علق لي على المنشور، قال لي سفيان سماح وأعتذر منك، ربما صار بيناتنا سوء تفاهم لأنه ما اتفقناش فقط في بعض النقاط، والآن عودنا ولينا مع بعض، ويسقسي عليه ونسقسي عليه. علاش؟ فقط من أجل حركة بسيطة، حركة بسيطة. لو عندك تحدي مع أخوك، مع جارك، مع 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 زوجتك، مع والديك، مازال الحال. أنا أقترح، يعني اقتراح فقط، مش لازمة، اقتراح أنك اتصل به بالشخص هذاك وطلب منه السماح، وحتى ولو هو اللي غلط معك اطلب منه السماح. هذا يسمى الامتنان، ويسمى الشكر، ويسمى الاعتذار. هل الاعتذار صفة تاع أشخاص ضعفاء؟ لا، بالعكس، تاع إنسان صح عنده ثقة بنفسه وقوي في شخصيته. فبهذه الطريقة ننميه قدراتنا وشخصياتنا بالامتنان، بالاعتذار، بالشكر، بالعطاء، وبالرجوع، وهكذا. لذلك اكتب بالقائمة في ورقة واتصل واحد بواحد. ما عندك ممكن شخص عندك مدة ما اتصلتش به، اتصل به يقول له واش راك بخير، حبيت نسأل عليك، يا اخي راكم بخير الحمد لله. صح. إذا إنسان عندك تحدي معاه اطلب منه السماح.
إلى إنسان عندك بزاف ما التقيتش به تصل به وتلاقاه. واضحة؟ صح. الأمر الذي أريد أن أوضحه اليوم هو أنه تطوير العلاقات قبل تطوير محافظة على العلاقات تاعنا وتطويرها هو سبب النجاح، لأنه من يدري قادر تغير منطقة الحركة أو منطقة الأمان تاعك، راح تتعرف على ناس آخرين يوصلوك إلى أشخاص آخرين، بدورهم يوصلوك إلى أشخاص آخرين، فتصل إلى الشخص الذي كنت تتمنى أن تلقاه يوما ما لطلب المساعدة من أجل نجاح مشروع أو دراسة وهكذا. لذلك ما أردت أن أوضحه الآن أن علاقتنا مع الناس، ما نقولش 100% نجاح، ما نقولش 100% نجاح المهني والشخصية العلاقات، لا، ولكن العلاقات عندها نسبة كبيرة، أقول نسبة كبيرة جدا، من أجل نجاحنا على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي. فلذلك لآخر مرة راح ندير خلينا نديروها تحدي مع بعض، لما ينتهي العدد هذا ونكملوا هذا الموضوع بالذات، أول حاجة نديروها أنه نحكموا القائمة تاعنا، نديروا قائمة الأشخاص ونتصلوا بهم واحد بواحد كلنا ونديروا تحدي، والفيسبوك تاعي عندكم والإنستغرام تاعي عندكم، وخلي نديروا بيناتنا، خلي نقولوا تقييم، هل هذه الحركة ساعدتني أم لا؟ نجربوا، ما أنا خسرين ولا شيء. لو إنسان مثلا يسلك أموال، يسلك دراهم، اتصل به، ما تخليش حتى يتصل بك، اتصل به قل له أنا عارف أنك تسلي نسبة أو دراهم أو كذا، ولكن خلي اصبر عليا، ما تخليش هو يتصل بك ومن بعد ما ترفدش عليه ولا تنزعج ولا، أنت اتصل به، فهنا راح تطور علاقاتك. واضحة؟ أو أتمنى أن تكون واضحة، وأتمنى أن أكون يعني ما كترتش عليك، وأعتذر مسبقا وأشكرك مسبقا وأمتن لك مسبقا أنك تحملتني في هذا العدد أو في أعداد أخرى في هذا البرنامج دقائق من حياتي. ما أردت إلا أن أوضح بعض النقاط التي راح تساعدنا في تطوير علاقتنا والحفاظ عليها سواء شخصية أو مهنية. صديقي أنا فخور بك مهما كانت نتائجك، سنلتقي عما